عظم شهيدك، كل دم مثيل على أرض مصرية عظيم الجاه. قول كل حرف في اسمه وتهجاه. النهاردة مصر بتحتفي وتحتفي وتحيي ذكرى يوم الشهيد، ذكرى التضحية، ذكرى التحدي، ذكرى الدم الطاهر اللي سال على الأرض عشان يحرر البلد ويطهرها من الأعداء والمحتلين، ذكرى 9 مارس، ذكرى غالية جدا في ذاكرة كل المصريين. اليوم اللي استشهد فيه الفريق البطل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء وجوده على الجبهة بين أولاده من أبطال حرب الاستنزاف عشان يوصل رسالة واضحة للعدو إن قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم في الصفوف الأمامية على الجبهة. يوم الشهيد، يوم الفخر لكل المصريين، يوم كل أسرة مصرية، يوم التضحية، يوم بنحكي فيه عن قصص الوفاء والتضحية اللي بتعتبر مصدر إلهام لكل جيل بيتولد وبيظهر. قصة دفاع عن تراب الأرض، قصة دفاع عن شعب علشان يعيش في أمان واطمئنان واستقرار. يوم الشهيد، يوم الفخر لكل مصري، يوم الفخر بشهداء جيشه وقواته المسلحة اللي بفضلهم مصر طهرت واستردت أرضها بالحرب والسلاح والقتال في ميدان المعارك وبالسلام والتحكيم وأيضا بالقضاء. شهر مارس الحقيقة هو شهر العزة والكرامة والتضحيات، شهر بنبدأه دايما بذكرى يوم الشهيد ومكمل معانا بذكرى استرداد وتحرير أرض طابة، ذكرى بنحتفل فيها بانسحاب آخر جندي إسرائيلي من آخر نقطة في سيناء بعد الانتصار الكبير اللي حققه الجيش المصري في أكتوبر 73. كمان كان في انتصار دبلوماسي حققناه في معركة التحكيم الدولي. النهاردة جزء من حلقتنا هتكون من طابة عشان نسمع حكاية الأرض اللي استردت بتضحيات شهداء وبكفاح الشرفاء اللي رجعوها بالسلم وبالتحكيم. حكاية عنوانها طابة من التحرير للتنمية والتعمير. جزء الحلقة الأكبر النهاردة هيكون مع محمد الشاذلي من أرض طابة واللي موجود هناك دلوقتي